يلا السؤال اللي بعده توقع فكرته شبيهة في فكرة السؤال رقم 5 اللي هو راح نعمل الماية هون. ايش راح نسوي؟ راح نقول جد بعد النقطة الاحداثاتها 5 و1 يعني سين 1 صاد 1 على طول بحطها. المستقيم المار بالنقطتين، هسا اللي معطيني النقطتين وبدي اطلع معادلات الخط المستقيم، اذا انا بحاجه اني اجيب الميل، خلينا نعتبرها سين 1 صاد 1، فحل الترميز يعني هنا احنا بنتحكم ايش الرموز اللي بنحطها. سين 2 صاد 2 ما بياثر. اذا اول شيء حتى اطلع معادله المستقيم المار بالنقطتين انا بحاجه اني اجيب الميل. الميل هو فرق الصادات على فرق السينات اللي هو سالب 6 اللي هو صاد 2 ناقص صاد 1 ناقص 0 على سين 2 اللي هي 4 ناقص سين 1 اللي هي 2، فبيطلع عندي سالب 6 على 2 ويساوي سالب 3. وبعدين بنختار نقطة من النقاط ولتكن هذه النقطة وبنكتب القانون العام اللي هو صاد ناقص صاد 1 يساوي الميل في سين ناقص سين 1. إذا هون راح يكون عندي صاد ناقص 0 يساوي الميل اللي هو سالب 3 في سين ناقص 2. بنكتبها بالصورة العامة، إذا هنا صاد ناقص صفر بصير يعني صاد، بصير هون سالب 3 سين زائد 6. حول كل شيء للطرف اليمين، بصير عندي 3 سين زائد صاد ناقص 6 يساوي صفر. إذا في هذه المعادلة راح يطلع معي إنه أ تساوي 3، ب تساوي 1، ج تساوي سالب 6، وبنطبق على قانون المسافة بين نقطة وخط مستقيم.